زي يعني بيزك لايف سبورت يعني كارديك ارست القلب وقف، انا واقف جنبه ده موظف او عامل وبيشتغل جنبه واحد ونزل وقع من طوله مره واحده. في ستيبس معروفه لازم نعملها. اول حاجه انت بتلاحظ اول بتبص عليه كده، الله ده مش بيتنفس. انت بتحط ايدك على البالس مع الدكتور بتعرف ان البالس مفيش، بتبص له بتلاقيه جاسبنج، جاسبنج يعني بياخد اير ريجولار ريسبيريشن كده، نفس ويقعد شويه ونفس وبعدها بشويه ياخد، ده جاسبنج، لا دي امرجنسي بقى. طبعا دي اول حاجه، اول حاجه بتبص له مفيش نفس مفيش بالس، ده خلاص كارديك ارست. بتقول يا جماعه الحقوني مثلا، يعني ده لو حد يلحقك يعني. طبعا ده ماسك التليفون بيتكلم، انا ما اعرفش هو بيتكلم ازاي بس يعني كويس، يعني عرف يجيب النمره. لازم في نمره ستاندرد للكارديك ارست عندنا في مصر، اسعاف 1 2 3 للسهوله، لكن طبعا كلكم عارفين ان هو صعب جدا يجي في توقيت سريع، انما هتعمل اللي عليك زي ما بنقول يا جماعه، هتعمل اللي عليك، احتمال معدي من جنبك لو لي اجل يعني. وزي ما قلت لكم اللي لي اجل دي هتندمج فيها قصه لطيفه حصلت معايا، وانا كنت مدرس مساعد في الاستقبال في انشاب تخصصي. وبعدين كده انا قاعد وفجاه لقيتهم بيقول لي الباب اتفتح وجت عربيه وقفت عند الباب بره تاكس يعني مش اسعاف، واتنين رجاله شايلين ست كده لابسه اسود وراحوا رميانها على الترابيزه. يا ابني ده، قال لي ما نعرفش والله، دي كانت راكبه معانا التاكس وعند العباسيه كده، قالت انا تعبانه شويه وهوب ما لقيناهاش، ما فيش حاجه. طب اعمل ايه؟ انا خلاص انا دي ارست، ما فيش بالس وما فيش ريسبيريشن، خلاص انتهى يا حاجه يا حاجه، ما فيش تقول مين، ما فيش. فبسرعه انا اللي فكرت فيها على طول انا ارست سريع، وقبل ما ابتدي كاردياك مساج طبعا عشان دي مستشفى، كان واصل جنبي الدي سي شوك، فقطعت هدومها. انا جيف هير الدي سي شوك اند شي ريكفرد انستانتينيسلي انستانتينيسلي. الله انا فين انا فين؟ قلت سبحان الله سبحان الله. طبعا اللي عملته ده عشان انا جوه مستشفى وجنبي جهاز الدي سي شوك، فانا فكرت ان هي ارستد ان دي ان اي ان فنتريكتور فايبريليشن، وفعلا كان ده، وشي ريكفرد ايميديتلي بعد الشوك اللي خليتها سبحان الله. طبعا لو كانت الاشاره العباسيه اتعطلت شويه كانت هي ضايت، واخدين بالكم؟ عشان كده انا بقول لك يا جماعه اعمل اللي عليك وتعمل اللي عليك والنتيجه مش عليك، افتكروا الكلمه دي لو سمحتوا يا جماعه. انت طبعا جنب البيشنت ان ريسبونسيف، الحقوني الحقوني، كلم 1 2 3 او كلم حاجه بقى حسب الدوله اللي انت فيها، اند يو ستارت سي بي ار. لو في ديفيبريشن طبعا كويس، لو في، لكن مش كل العيانين بيبقوا محتاجين ديفيبريشن، هنقول بعد كده الكلام ده اهو. تدي سي بي ار، طب يعني اعمل ايه في السي بي ار ده؟ يعني ازاي هعمل سي بي ار؟ طبعا دي ليها سيستم معين ولازم انك انت تبقى عارف الخطوات. هما طبعا بيعمل لك سي بي ار يعني سي واي وبي، بمعنى سي يعني كومبريشنز، هنشوف هنعمل ازاي كومبريشنز، واقف جنبه على ركبتك طبعا، او لو انت هو على السرير تبقى انت واقف، يعني المهم تبقى تسيب مسافه عشان كتفك ده يبقى اولموست 90 ديجريز مع ايديك كده كده مع الجسم. كومبريشنز قويه هنشوف ازاي تتعمل، ثم تبص في الاير واي. ساعات مثلا بيبقى الارست نتيجه واحد جنبك في المطعم وبياكل حته لحمه او حته حاجه وقفت في زوره، فلازم تتاكد قبل ما تعمل سي بي ار وخلاص كده تبص للبيشنت نفسه، ممكن ان هو ريسبيتوري ارست حاجه في زوره. طبعا دي ليها مانوفرز ثانيه، لكن قصدي ما تنساش كده يا جماعه. تبتدي اهتم بالاير واي، طلع اي حاجه جوه، تطلع مع حته اي حاجه جوه في الاكل زي ما قلنا يكول فور هيلب، وبعدين بريدنج ماوث تو ماوث اتليست كده مره او اثنين وانت بتكمل شغال. يبقى اختصارها سي اي بي يعني كومبريشنز اير واي اند بريدنج. هنشوف بقى المنظر بتاع التشست كومبريشن بيتعمل ازاي. المكان بتاعه لاحظين لور ستيرنم، عند اللور ستيرنم هو تم كومبريشن هنا على الريب زي الكسر، خلي بالك ميدل اوف ذا ستيرنم لور اتش دي بتبقى
بون قوية جدا، وفي نفس الوقت ريزيلينت، يعني بتقدر تنزل فوق جوه مسافة من غير ما تتكسر. ده وضع اليد ده اهو، وده من فوق انفص تبص عليه. خد بالك انا بثني صوابعي وادخلها جوه صوابعي التانية، هنشوف ان شاء الله بعد كده فيديو كده، وبتكمبرس وانت فارد ايدك. ده غلط، ده كومن ميستيك بقى يا جماعه، ان الواحد يتني كوعه ويقعد يعمل مساج كده، مفيش اي فايده. لازم كوعك مفرود، لازم كوعك يبقى مفرود. طبعا الفيميلز عايزه تدريب شويه، عايزه قوه شويه، لكن طبعا لا، في ناس شاطرين جدا حتى من نيرسز بيعملوا سي بي ار افيشنتلي. تبتدي تنزل اتليست 2 سنتيمتر، الاسترنم دي تنزل 2 سنتيمتر صح. ليه؟ تو كومبريس الهارت. كومبريس يعني تطلع الدم اللي فيه يطلع اتليست للبرين، اتليست عشان تنقذ هذا. بص الكومبريشنز هنا ليها ايه؟ قواعد. الريت 100 ل 120 في الدقيقه، يعني كتير جدا. يعني انت اتليست عايز لك كومبريشن 100 كل دقيقة تعمل كومبريشن، يعني بتميمك الموشن اوف ذا هارت. الدبث اراوند 2 انشز، يعني حوالي 2 سنتيمتر، وتسيب ريكويل وانتربت. لا مش ما تعملش انتربشن، انت هتعمل سايكل اراوند 30 تايمز، ثم تو جيف هيم 1 اور 2 بريثز وترجع تكمل تاني. ليه؟ هم دي ابحاث بقى كتير يا جماعه، جايد لاينز بتطلع كل شويه، امريكان هارت اسوشيشن وهكذا، وكل شويه بتتجدد. زمان كانوا يقولوا لنا ايه 4 تو 1، يعني كل اربعه كومبريشنز تبقى في مره واحده ايه ريسبيريشن. دلوقتي يقول لك لا 30 كومبريشن ومره واحده او اثنين ريسبيريشن. يا ما لقوا ان الكومبريشن اهم، لان ده اللي بيوصل الدم للمخ في الفتره اللي الهارت فيها ارست. بصوا بقى الطريقه دي مهمه جدا يا جماعه، حاولوا تتعلموها بعد كده في حياتكم. اي واحد يلوز كونشس حتى لو مش ارست، التنج ممكن بيرجع لورا بيقفل الريسبيريشن على طول، بيقفل الاير فلو للاوروفارينكس. فبعمل لازم ادخل ايدي من ورا وهو نايم على ظهره، اند اي اليفيت ذا جو، وامسك الجو من قدام يعني انتيرلي علشان وافتحه لتحت. ليه؟ عشان امنع ان التنج يقفل. دي قاعده مهمه جدا في اي واحد حتى لو مش ارستد ولوزين كونشسنس. يبقى انشور ذا اير واي بيتنسي. طبعا هتدخل ايدك زي ما قلنا وتطلع اي حاجه جوه، بس انا بقول لك الشكل ده عشان تبقى عارف ده اللي هتكمل عليه بعد كده. ده الشكل اهي 32، يعني ايه كل 30 كومبريشن هيبقى عندك نفسين. وانت بتاخد نفس بصوا الايد عامله ازاي. الايد دهيت ماسكه الجو بترفعه لفوق، والايد الثانيه ماسكه النوسترلز وبتقفلها. ليه؟ عشان انت لو اتنفست هنا جوه النفس هيطلع من هنا. طبعا احنا في عصر الكوفيد مشاكل، ما انتش عارف طبعا ده عنده كوفيد ولا ما كانش عنده، ولا كان هو كارير، مش مشاكل طبعا، ما اقدرش انكر كده. في ناس بيقول لك لا انا مش هعمل ريسبيريشن خالص، انا ماليش دعوه. وفي ناس تقول لك خلاص حط منديل او اي حاجه قماش، اكيد هتقلل طبعا شويه الانفكشن، مش قوي طبعا بيني وبينك يعني. انما it's a matter of seconds. طبعا life is very precious, he try to save his life. واحنا في الطب عندنا طبعا للاسف زي ما شفتوا كوفيد ناس كتير توفاهم الله نتيجه ان هم كانوا في المعركه مع الكوفيد وبيحاولوا يحموا الناس، هم نفسهم اصيبوا. اكيد كلنا لنا اصحاب او معارف او قرايب من الابطال، سواء كانوا تمريض او دكاتره او حتى موظفين. ده اجل الانسان، لكن طبعا اعتقد ان اللي هيجي له حاجه زي كده ده هيبقى 100% شهيد. انه مش بس هو طبعا الكوفيد ده طبيعي يبقى مش شهيد، لانه واجب الطاعون زي ما احنا عارفين، والمطعون شهيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المطعون اللي اصابه الطاعون زمان، فالطاعون ده دلوقتي زيه بالظبط، يعني حتى نفس السيمتومز والنيمونيا شبهه جدا. فان شاء الله يكون ده شهيد. لكن انا عايز اقول لك انك بتحافظ على نفسك، بتحط حاجه على الفم، وزي ما قلت لكم ان في ناس بيرفضوا تماما، لا سيما من السبكتيتورز، يعني واحد في الشارع ما تقدرش تقول له تعالى اعمل حاجه اعمل لي ماوث ماوث، يقول لك انا مال انا مش يعني ما تقدرش. لكن انا بتكلم على اللي تقدر تعمله تعمله، اللي ما تقدرش ما تقدرش. اتليست معاك سي بي ار، وبعدين قبل ما يجي حد تاني يقدر يتفهم. خدوا بالكم دي قواعد مهمه جدا، لازم زي ما قلنا 100
في الدقيقه مينيمم كومبريشن ينزل حوالي انا غلطت، هي 5 سنتيمتر 2 انشز 2 انشز يعني 5 سنتيمتر، معلش 2 انشز يعني 5 سنتيمتر، دي مسافه كبيره على فكره. وبعدين سيبه ريكويل وتعمل 30 كومبريشن ومعاهم اثنين بريثس. خد بالك بقى وانت بتعمل على الشيست اوعى تكسر الريبس. طب عامل ازاي؟ اوعى صوابعك تبقى خابطه في الريبس لو سمحت، صوابعك ما تبقاش خابطه في الريبس، صوابعك تبقى جوه صوابعك الثانيه اللي انت بتكمبرس بيها، بتكمبرس بيها مش بصوابعك، بتكمبرس بالبيزز اوف ذا ميتا كاربلز اللي احنا بنسميها بالعاميه كلوه الايد. يبقى هي دي اللي بتضغط على اللور ستيرنم وكوعك مفرود. طيب انت بقى قلت الاسعاف جت وكنت حظك كويس والاسعاف جت، يبقى حلو قوي يعني. او حظه سبحان الله عمره ان هو كان جوه المستشفى. بتيجي الاسعاف طبعا على طول بيوصلوا الهارت بجهاز بيقدر يشوف رسم القلب بالظبط بسرعه جدا، بادز بتتحط هنا زي ما احنا شايفين، باد هنا وباد هنا على الرايت سايد وعلى الليفت سايد اوف ذا هارت. بيتوصل بالجهاز طبعا بيشتغل بطاريه بقى بيشتغل بسرعه، بيقيس القلب وبيشوف الهارت ده هو يا ترى بيدق اساسا وهو ما بيدقش. لا الكهرباء بقى، هل في كهرباء بتطلع ولا اي سي ستوري؟ اي سي ستوري ما فيش كهرباء طالعه، ولا الكهرباء بتطلع يعني بس سريعه جدا زي الفايبريليشن فنتريكل فايبريليشن او فنتريكل تاكارديا وفيري رابيد هارت ريت، البلس هيروح برضه لكن هتبان في الاي سي جي بقى، هتبان في المونيتور قدامه. ولا هو في اي سي جي بس ما فيش بلس عندك مع العيان اللي بيسموها بلسلس الكتريك اكتيفيتي. ده الجهاز ده هيقدر يجيبها، لو لقى فنتريكل فايبريليشن او حاجه هيدي له شوك. يبقى احنا بنبتدي السي بي ار بتاعتنا بنستنى الاي اي دي لو اوتوماتيك دي فايبريليشن او اكسترنال، ان انت بره الهارت بره الشيست، بتشوف الريتم بتاعك حاجه من الاثنين، اما شوكابل ريتم او نون شوكابل ريتم. يعني ايه بقى شوكابل؟ يعني في كهرباء بتطلع زي فنتريكل تاكاردي او فنتريكل فايبريليشن، ده بياخد دي الشوك على طول طبعا بطريقه ادفانسد، وادويه بتاعتي اللي هي ادفانسد بقى سيستم بنبتدي نحط ادرينالين انترافينس، بنبتدي نحط اميدارون او ليدوكين، دي ادفانسد. خلينا احنا في البيزك. لكن ساعات الريتم ما بقاش يبقى نان شوكابل، يعني ما فيش، يا اما ما فيش بالس اطلاقا، ما فيش اي سي جي اطلاقا، اي سي ستوري، يا اما في سي جي بس ما فيش عندنا اي بالس بره ميكانيكال يعني. وده اللي كنا بنسميه زمان الكترو ميكانيكال ديسوشيشن، او الاسم الحديث بتاعه بالسلس الكتريك اكتيفيتي. ده نوع اول شوكابل ريتم. طبعا ده مهم جدا لو انت في المستشفى شفت حاجه زي كده بسرعه لازم تجيب الديس شوك. اعتقد ان هو ده اللي حصل في الست اللي انا ربنا كان جعلني سبب انقذها، يعني قطعت هدومها على طول واديت لها شوك عمياني. وده وارد على فكره مكتوب في اللي كنت لو انت بيشنت عندك زي كده مفيش وقت عندك وجنبك شوك بتديها. ادي الشوك بالريتم. يعني ايه شوك؟ يعني ينفع مع الشوك. ده نوع من الفنتريكل فايبرليشن بيسموها بالعربي ارتجاف البطين. البطين ارتجاف، يعني يعني كل الفايبرز سبحان الله كل فايبر بتضرب لوحده. ما هو في حاجه، في سؤال؟ فممكن لو في سؤال انتربت مش مشكله يا جماعه، انا ما عنديش مانع، ممكن في الاخر برضو. الشوكه بالريتم ده هو منه فنتريكل فايبريليشن زي اللي فوق ده، او بالسلس في تي. ده في تي يعني فنتريكل تاكيكارديا، يعني بتدق برضه ولكن من كتر السرعه بتاعتها ده بتاع 300 مثلا 250، من القلب مش ممكن يدق 250. لكن شوف سبحان الله يا جماعه برضه الشيء مش يذكر، معلومات لطيفه. حد فيكم يعرف الفار قلبه بيدق كام مره في الدقيقه؟ الفار الماوس قلبه بيدق 250 مره في الدقيقه. بليف ات اور نوت 220 250 يعني البني ادم ما يقدرش. طبعا عارفين الفار طبعا سرعته ازاي والمانوفرز اللي بيعملها ويشيبك وما تعرفش تجيبه، ده بقى ربنا خلقه كده. فهو عنده 250 يقدر، لكن انا الهارت ما اقدرش 250 قرب ولا كانه بيضرب. بيضرب 250 بس في البره ما فيش بلاد بيطلع في البلس ولا في البرين، يبقى ده الريست برضه.
يعني كلينيكلي ارستد، انما بالالكتريسيتي بقدر اجيبه بالاي سي جي، وبالتالي ياخد شوك. الشوك بتعمل ايه؟ بتوقف كل الفوساي الالكتريك فوساي، وبالتالي بيطلع السينس ريتم تاني. وزي ما قلنا دايما ده لو كان ليه عمر زي ما بنقول، ونؤكد دايما يا جماعه ان هي الموضوع بتعمل عليك النتيجه مش عليك. النوع ده بقى خلاص بقى ده ايه؟ نون شوكابل ريتم. يعني ايه؟ ايه سيستولي؟ خط مستقيم. هتلاقي المونيتور بتاعك خط مستقيم. يعني ايه؟ يعني مفيش، مهما عملت مفيش. او تلاقي بقى بلس بطيء جدا، حاجه يعني بتاع 20 حاجه و20 في الدقيقه، ولما تحط ايدك بره على البلس ما تلاقيش. خلي بالكم يا جماعه ده اللي بيسموه بلس ليس الكتريك اكتيفيتي، بي اي اي، بلس ليس يعني مفيش بلس. المحك عندي يا جماعه هل في بلس ولا لا؟ احسن مكان تقيس فيه البلس هو الكاروتيد ارتري، طبعا مش في الراديال، خلي بالك الريست كاروتيد ارتري. بتحط الليفت ثامب على الرايت كاروتيد، هنوريكم دلوقتي ازاي ان شاء الله لما يسال الفيديو يشتغل. حس البلس على السيرة تحكم انت بتعمل بلس، يطلع معاك بلس ولا لا. طيب دلوقتي عايزين نرخص اللي قلناه عشان نبتدي نركز. اول ما تبص للبيشن ستارت بي سي سي بي ار كارديو بالمونري ريسستيشن، لو ما فيش ريسبيريشن 30 كومبريشن و2 بريثس، 2 بريثس. جالك الديفيب كويس، خش على الايه؟ كهرباء. الريتم بتاعه شوكابل بس اديله شوك. طب وبعد الشوك لا اعمل كمان سي بي ار ما تبطلش فور 2 مينتس وتشوف رجع تاني ولا لا. ما رجعش كمل السي بي ار ولحد ما حد يوصل لك. وطبعا لو انت في مستشفى ومعاك ادرينالين يو هاف تو ستارت جيفينج هيم ادرينالين، وممكن تديله طبعا حاجات تانية زي الاميدارون. ادرينالين يبتدي 1 ملي جرام على طول، بعد كده كل سكند سايكل تدي 1 ملي جرام اي في. طبعا لا سنترال لاين ماشي، لكن يعني اي حاجه افيلبل. الانترا كارديك بطلناها خلاص لان لقوها بتاذي الهارت نفسه. الانترا كارديك يعني بيجيحونا جوه القلب، ما عملناها زمان قوي واحنا نواب في الثمانينيات كده يا ولاد. كنت انتوا بتهري ما اتولدتوش يمكن ولا لسه صغيرين؟ جايز. لا بتهري ما اتولدتوش. المهم ان هو احنا بنعمل انتراكارديك بطلناها خالص، لان بتخش بالليدر ما انت شايف، تخش في الليفت فنتكل تخش في الرايت فنتكل مش مهم، تخش في الكوروناري ارتز، ما الكوروناري ارتز ماشي على السيرفس اوف ذا هارت انت شايف. فكان حصل منها كاتاستروفس وبطلوها تماما، وما يعتمدوا على الدرينين في السنترال فين او بريفرال كانيولا طبعا، يعني ما كانش عندك حاجه افيلبل. طيب نان شوكابل ريذم ما قدامكش غير السي بي ار والادرينالين برضه. مفيش، تفضل تدي كده ادرينالين. طبعا في حاجه ثانيه بتتعمل، بتاخد بقى بلاد جيزز لو كان عندك لاين ارتيريال او حاجه، وتشوف الراجل اللي عنده والست اللي عندها ايه. ساعات بتلاقي هيبوكسيك، خلي بالك البيشنت لو كان هيبوكسيك قوي، او واحد هايبوفوليميك، واحد عمل حادثه وجاله ارست، طب ما انت لما تقعد جنبه ساعه مفيش فايده، ما هو اصلا فقد دم كتير. لازم تصلح الهايبوفوليميا يا جماعه، ده بقى شغله الدكتور طبعا مش شغله الناس اللي في الشارع. واحد جاله كارديك تمبونات، يعني ايه تمبونات؟ يعني الدم اتجمع حوالين القلب وعمل له كومبريشن، لا يمكن يخف غير لما تخش بالنيدل سب زيفويد يعني غالبا، وتسحب اللبن الماء الدم ده مش كده. واحد جاله تسمم خلاص بقى اعمل له ايه؟ ده عايز بقى ايه؟ توديه قسم تسمم. other causes، واحد عنده هايبوجلايسيميا، ده بيحصل يا جماعه هايبوجلايسيميا. وذلك حتى يا جماعه قدام اللايز، لو انت عارف ان العيان ده هايبوجلايسيميا ممكن تدوب في بقه حته سكر، قالب سكر كده او حاجه تحطه عشان ما يبلعوش. طبعا هو الاولاد ممكن يبلعوا على التراكيه، لكن في الفم نفسه السكر بيبقى ابزوربد من الميكوزا اوف ذا ماوث، خلي بالك. وتخلي ايدك كده فيها حبه صغيرين من السكر وتحطه، ممكن ده ينجيه من الهايبوجلايسيميا. طبعا هو لو انت في مش في المستشفى ده يحصل، لكن بليز اوعى تشربوا حاجه هو كده يعني لو سمحت. طبعا طالما ما فيش عندك انتيوبيشن ولا بتاع، اي حاجه هتعملها هتروح داخل على اللارنكس على طول، هتنيل الدنيا زياده. فبليز ما تشربوش حاجه، يقول لك تشرب شويه ميه ده كويس. طبعا لا، لو ارستد اوعى تفكر تعمل كده. كل محاولاتك انك تريستور ريسبيريشن سواء مع السي بي ار هو ده اللي تقدر تعمله، ولكن دو نوت جيف هيم فلويدز الا لو انترافينس، لكن اورال لا اوعى.
طيب البتاع ده معقد شويه، لكن احنا يعني شرحناه، مش عايز ان انا اغلبك قوي بكل الدوشه دي. لكن المهم فيه زي ما قلنا ان في عندك ابنفرين واميودارون، دول اللي انت هتجيبهم في المستشفى. لو في الشارع معاك ماشي، الدكتور معاك في الشنطه ادرينالين، والله كويس. جالك بقى الناس بتوع الاسعاف كده، ممكن تستارت انتيوبيشن لو تعرف اندوتراكيال انتيوبيشن، ده طبعا حلوه جدا، تديله اوكسجينيشن وهتغنيك عن الريسبيريشن. وان كانت طبعا لو كان في كوفيد الحقيقه يعني لو الواحد دي نصيب ربنا يحفظه بقى، لكن هي طبعا سموها يعني ايروسول جنريتنج، يعني طبعا فيري هاي ريسك اوف كوفيد الحقيقه، لكن انفكشن يعني. طيب احنا ما ننساش بس الريفرسبل كولز يا جماعه لو سمحت، اللي هم دول اتشات، لو بقى حاجات الطب بتاعتنا بتحفظوهم يبقى عندك ادي كده 5 اتش و5 تي اشتغل عليهم، يعني لطيفه فيها فكره 5 اتش و5 تي. يعني طبعا لو عنده اسيدوز هايبركاليميا هايبوثيرميا كل الحاجات دي ممكن الريست يبقى صعب جدا يرجع، لانك انت السبب موجود. تنشن نيموثوركس طبعا ممكن يرست، اللي هو نيموثوركس يعني هواء دخل في البلورا تيجي بقى تروما او حاجه، او سبونتينيوس لو واحد بيشرب سجاير. بالمونري امبوليزم طبعا دي خطيره جدا، والكورونري ثرومبوز خطيره جدا، لكن زي ما قلنا يا جماعه الانسان لو له عمر هيقدر يرجع تاني. لست مكلفا بالنتيجه، انت مكلف انك تعمل اللي عليك طبعا وتدعي ربنا ان ربنا يشفيه او يحييه، لكن الله تعالى هو الذي يحيي ويميت، اوعى تنسى دي يا جماعه. هلوك قصه سريعه حصلت فعلا، وبعدها هنشوف فيلم فيديو كده قصير بس لطيف. كان واحد زميل من جراحه القلب هو بيحكيها لي في مستشفى تانيه في التأمين الصحي، بيقول لي كان في واحد عندهم عمل عمليه قلب مفتوح، وكل ما يطلع في الورد يجي له ارست، الارست يدي له دي سي شوك ويرجع تاني. بيقول لي 3 مرات في خلال ايه بقى، في خلال اسبوعين، طبعا خايفين عليه فمش قاعدين جوه المستشفى، ويدي له اميدارون وبتاع، وكل 5 6 ايام يجي له ارست يدي له دي سي شوك ومساج وبتاع وسي بي ار يرجع تاني. بعد كده هو لقوه بقى اتحسن، قعد له اسبوع كده ما جالوش، قالوا يا سلام كده اخر تمام، نروحوا البيت بقى. الدكتور انا طبعا مش هقول اسماء ولا حاجه، لكن ده قصه حقيقيه دي مش فيسبوك يعني. بيقول لي انا اي ديسشارج ذا بيشنت، كنت فرحان جدا ان بعد 2 تو 3 ويكس الحمد لله البيشنت بقى كويس. وبيقول لي انا مروح في العربيه بتاعتي وماشي في الشارع الرئيسي، فلقيت زحمه كده، ايه يا جماعه ايه الزحمه دي؟ نزلت طبعا بما ان الدكتور فعايز يشوف في اي مشكله، لقيت حادثه عربيه، قلت لا لازم اساعد. لقيت حادثه عربيه، واحد بيعدي الشارع والعربيه خبطته وهو ارست فعلا. بس عارفين مين طلع؟ نفس البيشنت اللي هو ارستد كذا مره في المستشفى. بيقول انا بقيت مستغرب جدا وعملت سي بي ار، بس المره دي ما رجعش لان عمره انتهى يا جماعه. يعني سبحان الله، هو كان ممكن يموت في ال3 4 مرات اللي حصل له فيهم ارست مش كده، لكن الاجل ما جاش لسه. فبليز نوت ذس، هو الدكتور عمل اللي عليه وروحه القلب خلاص بقى كويس، لكن هو اجله هينتهي بطريقه ثانيه وفي وقت ثاني، مش انت اللي تحدد. ارجو ان احنا نكون وصلنا للنتيجه دي ويبقى عندك يقين انك تعمل عليك ابدا بقوه جدا، لا تتوانى او لا تتواني ابدا، تقول خلاص يا عم ده ميت سيبك منه. لا سيبك من الحالات اللي هي الليت ستيجز قوي، اللي هي طبعا طبيعي، واحد ليت كانسر، واحد ليت يعني فاهم، خلاص ماشي ده تعمل له نو سي بي ار، عارف بيتعمل له كده ليبل بيتعط نو سي بي ار، خلاص ما تحاولش فيه، لان هو حاجه معروف ان هو ليت ستيج، ودي مش الريزميك ديث او حاجه ريفرس، ولا خلاص هو كده كلا اذا بلغ التراقي وقيل من راق. ربنا بيقول لك كده، مين اللي هيقدر يرقي، مين اللي هيقدر يشفي؟ ما حدش، لان هو خلاص اجله انتهى. انا دايما بشتغل تحت سقف الاجل واقول يا رب، لكن الذي يحيي ويميت هو الله سبحانه وتعالى. انا اي ويل تراي ان انا اوريكم فيديو الستوب شير، وهعمل شير تاني. اعتقد بسم الله الرحمن الرحيم، نحاول نشغل الفيديو.
أتمنى تكونوا شايفين الفيديو يا جماعة. أي دكتور شايفين؟ طيب. طيب هنا في نقطة مهمة، هو هنا بيشير لنقطة يمكن ما قلناهاش، هو بيقول بص عليه الأول وشوف افرض بيتنفس فعلا يا جماعة. اعمل له سي بي ار، لا ما تعملوش. غالبا هيبقى فيه بالس موجود. بيتنفس اقلبه على وشه، دي نقطة مهمة جدا بقى. ليه؟ لأنه ممكن يكون مشكلة في الريسبيريشن، فلازم تقلبه على وشه وهو لوست كونشسنس بس وبعد كده هيفوق. طب ليه بقلبه على وشه؟ بحطه في البرون بوزيشن اللي احنا بنسميه تونسيلكتمي بوزيشن. ده سيف جدا عشان لو في زي ما قلنا التانج ما يرجعش لورا، ولو في حاجه في الريسبيريشن حتى هتطلع ممكن تدخل ايدك وانت وهو كده. يبقى اذا هنا دي نقطه مهمه جدا وسيمبل وكتير بنلاقيها على فكره، مش لازم اللي يقع على الارض يبقى هو الريست. دي نقطه مهمه. والنقطه اللي قبلها اللي قالها برده ان هو لازم يبقى جنب العيان. افرض مثلا لا قدر الله في حته فيها حريقه، طب انا هعمل ايه ده بقى؟ يعني مش هقدر ادخل. او مثلا اول ما بدات ادخله لقيت في حريقه او لقيت في غاز بيتسرب، انا كده لازم اشده بره خالص او اشيله. فاهمين؟ يعني في ريسك اكتر كمان من الكارديك ريسك، ما قد يكون ريسك عليك انت مش بس عليه هو. بس النقطه دي حبيت ان احنا نبينها. برضه بصوا عامل ايده ازاي يا جماعه لو سمحتوا، عشان ده كومن ميستيك. يعني طبعا من زمان بنشوفه بنعمل ساعات العيان بيخف لكن بيجي له فراكشر ريبس، ماسيف فراكشر ريبس، لان هو بينسى صوابعه دي وبيعمل كومبريشن من صوابعه. هنا دي هو داخل مدخل صوابعه جوه الاولانيه، وكل كومبريشن بايه زي ما قلنا بالبالم وبكلوه الايد وبيز اوف ذا ميتاتارسلز. تمام؟ انما اوعى تعمل كومبريشن بصوابعك او تعملي كومبريشن بصوابعك على الريبز بتتكسر بسرعه يا جماعه. بليز يعني خلي بالنا من حكايتي. نكمل بقى.
طيب احنا كده يعني ايه، طبعا في سؤال دايما انا بتساله قبل ما افتح باب الاسئله، طب انا اعمل سي بي ار لحد امتى؟ صحيح السؤال ده فعلا يعني صعب جدا، لانك انت once you stop CPR لو البيشنت ما رجعش، طبعا لو رجع خلاص، لو رجع هتلاقي البلس تحسه في كاروتد وتحس ان في بلاد بريشر، وتبتدي تدي بقى تشوف البلاد جازز حصل فيها ايه ديرينجمنت، غالبا طبعا بيحصل سوائل ميتابوليك اسيدوزز وسام تايمز ريسبيراتوري لو كان المشكله في الريسبيريشن او في الهارت وهكذا. انما في النهايه بيحصل فعلا موقف صعب، انك انت حاولت والهارت ما قامش ولا الريسبيريشن قامت. طب انا وين تو ستوب؟ الحقيقه اجابه السؤال ده في منتهى الصعوبه. انا اقول لك خبرتي يعني، لان طبعا انت وانس يو ستوب يبقى يو ديكلير ذا ديث اوف ذا بيشنت، فاخد بالك معايا يعني دي حاجه خطيره مصيريه. انا شفت بعيني انا يعني ناس قعدوا حوالي 40 مينتس ارستد والسي بي ار ورجعوا تاني، شفت. وفي ناس شافوا وحكوا لي انه 1 اور سي بي ار ورجعوا تاني. فطبعا اللي مكتوب انك انت بتدي كذا سايكل وبتدي وبتقعد حوالي from 30 to 45 minutes، ده اللي مكتوب يعني كده مع اختلافات شويه. انما انا بصراحه بشوف ان لو انت شايف ان البيشنت بتاعك ده سبب الارست حاجه ريفرسبل مثلا، يعني حادثه مثلا، لا اقعد كمل معاه كتير. مثلا حاجه في الهارت بالنسبه لنا احنا يعني معروف حالته ان الهارت بتاعه اصلا سليم وجاله سادن انفاركشن مثلا، يعني برضو تحاول معاه. مثلا كارديك تيمبونات، الحاجات الميكانيكال دي ممكن تكمل بصراحه ما تبطلش يعني لحد ما تتعب بقى. وطبعا لازم الحقيقه ان كل سايكلز لما الاوبريتور بيتعب بيجيب حد تاني نيرس او تكنيشن او دكتور وبيلفوا مع بعض عشان لو هو حصل له فتيك مش هينفع. لكن الافرج تايم from 30 to 45 minutes mostly بيبقى 20 minutes، لكن يعني بندي فرصة 30 minutes from 30 to 40 minutes، لا سيما لو انت عارف الحالة زي ما قلنا ان هو حاجة possibly reversible. لكن لو late stage في امراض كتيرة heart failure مثلا، يعني late stage heart failure بتحاول معها برضو، لكن يعني خلاص 20 to 30 minutes وخلاص تبقى انت عملت اللي عليك. وزي ما قلنا انت ما بتعرفش الاجل بينتهي امتى. الكارديك ارست مش معناه نهايه الاجل، بالعكس احنا بنعمل كارديك ارست احنا انتشنلي في الاوبن هارت سيرجري. انت بتدي حقنه في الاورطه ما بتفتح الشيست وبتعمل كارديك ارست، انت بيسموها كارديو كليزيا، هي بتوقف القلب. بتوقفه ليه؟ عشان الدكتور الجراح يفتح ويحط صمام ويعمل، وبعد ما خلص العمليه ونغير الصمام او نعمل عمليه في القلب ونصلح الشرايين بتبتدي ترجع الهارت تاني بحقنه تانيه. بس بقى زي ما قلنا هو لو اجله لسه ما انتهاش او بنى صح يعني روحه ما طلعتش هيرجع بسهوله، لكن لو روحه طلعت مهما عملت مفيش فايده. انت متعبد بالجهد بتاعك ولست متعبدا بالنتيجه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاكفى. انا كده خلصت، اشكركم جدا ومستعد بقى طبعا هنفتح باب الاسئله زي ما انتم عايزين. اي حد عايز سؤال يتفضل يعمل انميوت، بس انا مش عارف انا لازم اعمل انميوت ولا لا. تاني انا لازم ستوب شيرينج. اتفضلوا، حد يحب يعمل سؤال او حاجه يا ولاد؟ في أي أسئلة؟
مش عارف انتوا شكرا يا دكتور. خلاص اوكي، لو ما فيش اسئله اوكي، بس انا عشان يعني لو انتوا شكرا عايزين دكتور. اي حاجه يكون اتمنى اكون استفدتوا يعني او كده، ان شاء الله تبقى الامور كويسه باذن الله.